بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون، أسعد الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم من تلفزيون السلام، من برنامج خاص بمؤسسات الصوالحي، مجمع الصوالحي، صوالحي سنتر بطول كرم. هذا المجمع الذي أصبح له العديد من السنوات في استمرار دائم، خاصة بهذه الأيام ألا وهي ذكرى المولد النبوي الشريف. هنالك مهرجان مع كل انطلاقات ومع كل يوم في ذكرى المولد النبوي الشريف. طبعا فحوى البرنامج ستنطلق وبالصلاة على النبي، وأيضا في نفس الوقت سنوزع الجوائز، ومن ثم نقول للجميع سيكون هنالك تنزيلات منها يصل إلى 50% و30% و20%، هكذا تعودنا من الصوالح سنتر. نحن معكم هذا العام بهذا المهرجان التسويقي الكبير الثالث للصوالح سنتر، وكونوا معنا متابعين من خلال هذه الكاميرا. سند للمسلمين يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله، تمت الرسالة تمام والحبيب مسك الختام، طول حياتي وفي صلاتي بدعى صلي وراه. أول يوم في عمري سمعت أبويا وأمي بيصلوا عليه، اللهم صل عليه. الله حببني في الإيمان، حسسني بالأمان وتعلقت بيه. وانا يا حبيب الله، ونول شرف لقى صحبتك، وخطي في صفوف امتك واتحامى فيك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية نبارك لكم ونقول لكم كل عام وأنتم بألف خير. في مثل هذه الأيام في كل عام ينطلق المهرجان الصوالحي التسوقي، والذي
يقتصر في عمل أكبر قدر من التنزيلات على أرقى الملبوسات من أرقى دور الأزياء العالمية لأحلى وأشيك وأرقى زبائن في محافظة طول كريم. كل عام وانتم بخير، وأنا ببارك لكم هذا الاستمرار لهذا المهرجان، وبشد على إيدكم وبقولكم إن شاء الله قدما إلى الأمام، وإن شاء الله بنضلنا مستمرين كتقليد للصوالحي سنتر. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. كل عام بخير، والأمة الإسلامية والعربية بخير، وعموم الشعب الفلسطيني كلهم بخير وعافية إن شاء الله، وخصوصا مدينة طول كرم الأبية إن شاء الله. كل عام والجميع بخير، ويعيدوا عيد مولد النبي أعوام عديدة علينا إن شاء الله. يعني لابد إلا نمر ولو مرة بسيطة نتذكر روح المرحوم أحمد الصوالحي الله يرحمه، الله يرحمه، واللي خلف أنجاله محمد ومجدي وأشرف ومهدي. هذا الرجل اللي دعم فكرة إنشاء مهرجان كل عام في مثل هذه الأيام. العام كانت لقاءاتنا في نابلس كما كنت تعلم في أحد مراكز الصوالحي، واليوم في المركز الرئيسي في محافظة طول كرم كأكبر مركز وأكبر تقليد في حياة محافظة طول كرم، أن يكون مركز من الألف إلى الياء متوفر فيه. شو إشي غريب عندنا السنة؟ أولا الوالد عليه رحمة الله، الله يرحمه ويتغمده برحمة إن شاء الله، ويكون إن شاء الله من المقبولين إن شاء الله. هذا ما تعلمناه من الحج عليه رحمة الله، ونحن إن شاء الله مستقرين على دربه وتعليماته وإرشاداته إن شاء الله. في عنا أشياء سمعتنا بتوصل لخمسين في معقول؟ في عنا 50% يكون في عن بعض البعض؟ عنا في 30% إلى 70%. سبعين إلى 70%، وإحنا هذا الحكي عمالنا بنحكي حكي، أما إن شاء الله اللي بيجي بشوفه بعينه وهو اللي حكم. كمان عندي معلومة بتقول إنه على كل الملابس الحديثة الشتوية نازلة وخاضعة للأسعار الجديدة. حكيت لك وبرد بكرر، برد بكرر، أنتوا الحكم، تشوفوا بعينيكم وأنتوا الحكم. هل سيكون تقليد سنوي كما تعودنا منكم؟ نأمل من الله. إحنا ظروف الاقتصادية بتكون سيئة ووضع سيء، والظروف إن شاء الله الناس نشد الاقتصاد بتحسين الظروف كلها على مستوى الوطن إن شاء الله، وبتكون الأمور أفضل. نأمل من الله السنة 2016 تكون سنة خير على جميع الأمة الإسلامية وعلى الشعب الفلسطيني خاصة. البداية عندكم، ونأمل من الله العلي القدير أن يحذو تجار طول كرم هذا الحد ويمشوا بهذه الطريقة. بتقديرك الشخصي، هل هذه الطريقة عمل حوافز كتنزيلات كعمل أيام خصوصية لأسعار جدا هائلة هائلة ولتصل إلى درجة 70%، هل هي مؤشر داعم تنشيط الحركة الاقتصادية التجارية في المحافظة؟ طبعا كثير من الناس بيستنوا هاي الظروف، سواء بعض الناس اللي بدهم يتزوجوا، بعض الناس اللي بدهم يتأهلوا، بيكونوا بيستنوا التنزيلات بدل ما تشتري قطعة تشتري قطعتين بدل قطعتين ثلاثة. والناس الفقراء طبعا بدهم يشتري سترة، لما تصير سترة تقريبا تصير بسعر بلوزة، بيقدر كل العامل الفلسطيني اللي راتبه محدود بيقدر يتكيف بهي الظروف، بيقدر يتكيف كليا بهي الظروف، وهن الحكم. وان شاء الله نأمل من الله توفيق ربنا ينضلنا ماشيين بهذا النهج، ونقدر نسعد وندخل البسمة على الناس اللي مش قاضين يغطوا حاجياتهم بهذا العمل اللي بنعمله. حبيب ابو احمد، فكرة صلي على النبي وخذ جائزة، اشتريت ما اشتريت بتاخذ جائزة، منين جاتك هاي الفكرة؟ هاي ربنا ألهمنا إياها، وإن شاء الله كل سنة بنعمل هذا المهرجان بعيد مولد النبي الشريف، وإن شاء الله طبعاً إنه صلاة على النبي هي عفواً مضاعفة الأجر والثواب لكل واحد بيتكلم فيها، وإن شاء الله إحنا بنوصل رسالتين، رسالة اقتصادية ورسالة دينية. كل واحد كل سنة بنعمل هذا المهرجان، ونأمل من الناس كلها الموجودين سواء على مستوى الوطن يقلدونا بهذا الحكي، خصوصا عيد مولد النبي الشريف. وإن شاء الله إن شاء الله نكون إحنا حسب ظن الناس اللي عمالهم بتعملوا وبعطونا الثقة وبعطونا حسن المعامل والمحبة اللي إحنا بنحبهم، وإن شاء الله نكون إحنا نرضي زبايننا دائما زي ما هن اعتقدهم فينا. أبو أحمد، ندعو الله العلي القدير أن يرحم الوالد الحاج أحمد الصوالحي، وأن يمدكم بالقوة والعافية وتمشوا على خطى المرحوم الله يرحمه، وبارك الله فيكم مع مزيد من التقدم والعطاء وإلى الأمام لخدمة أبناء بلدكم من خلال مواقعكم هذه. أي نعم، من رد نأكد ونأكد الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم محمد. دائما وأبدا الصلاة على النبي تجلب السعادة بنفوس
الناس، وهذا الحكي حتكتشفه انت تاني شويه مع مواصلتك مع الناس. انا متأكد والحمد لله، وان شاء الله احنا على تواصل، وان شاء الله عن ثقه البشر كلها هيتها، وثقه طول كريم وهالي طول كريم يكون احنا سفونا، وان ازعجناهم اذا ازعجناهم بهذا الصوت اللي احنا بنعمله احنا متاسفين. احنا بنقول يا ريت كل الناس يتحملوا لنا ساعه ساعتين بهالضجه اللي هي المحدوده، وطلبنا إذن من الشرطة بهذا الحكي تنسيق عملي كامل. نتأمل من الله إنه يوفقونا ويقدرونا إن نعمل هذا الحكي دائما. وإذا شايفوا هذا الحكي سيء لا سمح الله، إحنا شو بدهم إحنا حاضرين. شكرا للجميع. الله بالصحة والعافية إلك ولأخوتك، والله يوفقكم. شكرا إلك، شكرا، وبارك الله فيك أستاذي الفاضل، كل الاحترام. صلي على النبي يا حجي. اللهم صل على سيدنا محمد. الله ما أحلى الصلاة على النبي. طلعي صليتي على النبي، أخذتي ثواب وأخذتي جائزة. صلي على النبي. اللهم صل على نور النبي محمد عليه الصلاة والسلام. كل عام وانت بخير من الصوالحي. سلام. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. حلو الصلاة على النبي ومعها جائزة من الصوالحي. يعطيك العافية. السلام عليكم. صلي على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. منين الخال؟ من دير الأخصون. أهلا وسهلا، تفضل. كل عام وانت بخير. وانت بخير. تعال صلي على النبي عمي. اللهم صل على سيدنا محمد. انت طبعا صليت واخذت ثواب وبنفس الوقت جائزة. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. حلو الصلاة على النبي والصوالح بتكسبك ثواب وكسبك جائزة كمان. يلا تعال امشي امشي لقدام. صلي على النبي يا حجي. اللهم صل على سيدنا محمد حتى يرضى سيدنا محمد. كيف مبسوطة هيك الصوالح ذكركم بالصلاة على النبي المصطفى المختار وجائزة كمان؟ إن شاء الله إن ما بننسى الصلاة على النبي دائما وأبدا. اللهم صل على سيدنا محمد. صلي على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. كيف حالك؟ الحمد لله. مبروك. مبارك فيك. صلي على النبي. سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك. بتصلي على النبي بتاخذي ثواب وبتاخذي هديه كمان. صلي على النبي يا حجي. اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاه. من وين الحجي؟ والله من الطيبه. يا ميت اهلا وسهلا في كل حبايبنا بالطيبه والخط الاخضر. الله يبارك. عرب فلسطين الاصليين. الله يسلم اصلك. يلا طبعا انت صليتي على النبي اخذتي ثواب واخذتي جائزه. يسلم الله يسلم عمرك. صلي على النبي يا حجي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ومن الصوالح هدية. تسلم تسلم. صلي على النبي يا ست. اللهم صل على سيدنا محمد. هات لك هدية. هات عمال بيمش بيمش. كل عام وانت بخير. هاي بمناسبة ذكرى المولد النبوي، بنفس الوقت تنزيلات هائلة كبيرة كبيرة بوفرها لكم كل سنة الصوالح. شو بتقول للصوالح؟ كل عام وانت بخير وانت بصحة وسلامة. كل سنة وانت سالمين ان شاء الله. شوف محل الصلاة على النبي معها هدية. شكرا. شكرا يا بناتي. السلام عليكم. صلي على النبي يا عمي. اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. تفضل يا عمي. شكرا. أهلين. صلي على النبي. أهلين. صلي على النبي. اللهم صل على نبينا محمد. هيا كسبناك ثواب انك صليت على النبي في اليوم المبارك، كمان هدية. تسلم الله يسلمك. صلي على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. كل عام وانت بخير. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. مبروك. صلى على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. كل عام وانت بخير. انت بخير. تفضلي. صلى على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد دائما عليه الصلاة والسلام. صل على سيدنا محمد دائما ابدا. كل عام وانت بخير. تفضلي. بألف خير. شكرا. صلى على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. كل عام وانت بخير. صلى على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. مبروك. صلى على النبي. اللهم صل عليه وسلم. كل عام وانت بخير. انت بخير. كل سنة وانت سالمين. الله يسلمك. صلى على النبي يا حجي. اللهم صل على سيدنا. كل عام وانت بخير. بس عشان صليت على النبي. هات تعالي تعالي يا بني. صلى على النبي. اللهم صل عليك يا نبي. صل على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. كل عام وانت بخير. وانت بألف خير يا حبيبي. صل على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا. كل عام بخير. خير صحة وسلامة. صل على النبي. اللهم صل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله.
الله يعافيك كل عام وانت بخير وانت بخير. صل على النبي صل على النبي. كيف؟ صل على النبي. كيف؟ اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم. هاي لك يلا صل على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. أبي. صل على النبي. اللهم صل على النبي. تفضلي هدي. صل على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. خلي لك اياها. صل على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. كل عام وانت بخير. وانت بألف خير عام. صل على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. يلا. مبروك. صلى على النبي عليه افضل الصلاه والتسليم. كل عام وانت بخير. بارك الله فيك. كل عام وانت بخير في هذا اليوم. الله يرضى عليك. صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. مبروك. صلى على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. كل عام وانت بخير. اللهم صل على سيدنا محمد والف مبروك ان شاء الله. اللهم صل عليك حبيبي يا رسول الله. صل على محمد. قول اللهم صل وسلم. الله صلى عليه وسلم. شو اسم سيدنا محمد؟ محمد صلى الله عليه وسلم. شو اسم عمه؟ أبو طالب. وهي لك هدية. صلى على سيدنا محمد. صلى على سيدنا محمد. طيب شو اسم زوجته لمحمد؟ أمينة. أمينة. اسم زوجته؟ عائشة. صل على محمد. اللهم صل سيدنا محمد. صل على سيدنا محمد. اللهم صل سيدنا محمد. صل على سيدنا محمد. اللهم صل سيدنا محمد. كل عام وانت بخير. اسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. شو اليوم؟ يوم الأربعاء. شو هو يعني بذكرى ايش؟ مولد النبوي. كل عام وانت بخير. تفضلي. اللهم صل على سيدنا محمد. تفضلي يا هديه. اهلا وسهلا. تفضلي. صلي على المصطفى. اللهم صل على سيدنا محمد. تفضلي. تفضلي يا عمي. كل عام وانت بخير. انت بخير. صحة السلامة يا ربي. صلى على سيدنا محمد. معلش اليوم ذكرى المولد النبوي وكل عام وانت بخير. الله وانت بخير ان شاء الله من العايدين يا رب. اللهم صل على سيدنا محمد. الك هديه يلا. صلي على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. كل عام بخير. هات هات عمي انتبه لي. صلي على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. تفضلي. كل عام بخير. انطيني هسه. صلي على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. صلي على النبي. اللهم صل عليه الصلاه والسلام. صلي على النبي. قولي شو بقولوا. صلى على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. صلى على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. شيلي هديتك. شيلي هديتك. إذا بدك تغيري هيا. كل عام وأنت بخير. صلى على المصطفى. الله يسلمك يا رب. كل عام وأنت بخير. بخير الله يسلمك. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ناخذ يا ابني. صلى على المصطفى. اللهم صل على سيدنا. كل عام وأنت بخير. صلى على المصطفى. اللهم صل على سيدنا محمد. أنت بخير. تسلم. نادي عليك. صلي على المصطفى. صلي على المصطفى. اللهم صل على سيدنا محمد. صلي على المصطفى. اللهم صل على سيدنا محمد. صلي على المصطفى. اللهم صل على سيدنا محمد. صلي على الرسول. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. تفضل. صلي على المصطفى محمد. اللهم صل. صلي على المصطفى. اللهم صل على سيدنا. تفضل هديه. خذي اهلا وسهلا. صلي على المصطفى. اللهم صل على سيدنا. خذي اختي صلي. خذي هديتك. خذي هديتك. تسلم. صلي على المصطفى. اللهم صل على سيدنا محمد. تفضلي. صلي على المصطفى. اللهم صل على سيدنا محمد. تفضلي يا اختي. صلي على المصطفى. اللهم صل على النبي. شو هاي بس بس للصلاة على النبي هاي. كيف حالك؟ ممكن تسمعين الصلاة على النبي؟ اللهم صل على سيدنا محمد. ممكن تسمعين الصلاة على النبي؟ الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. صلي على المصطفى.
عليه أفضل الصلاة والسلام. صلي على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. صلي على المصطفى. عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد. صلي على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. كل سنة وانت سالمين. وانت سالم. صلي على المصطفى. اللهم صل على سيدنا محمد. عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. صلي على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. صلي على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. صلي على سيدنا محمد. اللهم صل على نبينا محمد. صلي على سيدنا محمد. صلي على سيدنا محمد. يسلم. صلي على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. شو اسم زوجة الرسول؟ خديجة. خديجة. صلي على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. صلي على سيدنا محمد. اللهم صل على صلي على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. صلي على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. صلي على سيدنا محمد. صل على سيدنا محمد. صلي على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. صلي على سيدنا محمد. صلي على سيدنا محمد. صل على سيدنا محمد. هيا اسكت. صلى على سيدنا محمد. صلى على المصطفى. صلى عليه. روحي فداء. كل سنة وانتم سالمين. والله ينصر أمة محمد المسلمين. بجاه رب العالمين. الله يرحمه. صلى على سيدنا محمد. على سيدنا محمد. صلى على سيدنا محمد. صلى على سيدنا محمد. صل على المصطفى. اللهم صل عليك يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا. صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. صل على سيدنا محمد. صل على سيدنا. ألف الصلاة والسلام عليه. صل على سيدنا محمد. صل على النبي. صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. صلى على سيدنا محمد. صلى على سيدنا محمد. صلى على سيدنا محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى على سيدنا محمد. صلى على سيدنا محمد. صلى على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. صلى على سيدنا محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. صلى على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. صلى على المصطفى. اهلا اهلا وسهلا. شكرا. صلى على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. صلى على المصطفى. اللهم صل على سيدنا محمد. تفضلي. اعطيه الولد خذ خليه يمدي خذ خذ. صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. صل على سيدنا محمد. صل على سيدنا محمد. خذي يلا. اللهم صل عليه وسلم. صلى على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك. اللهم صل على سيدنا محمد. صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل
اللهم صل على سيدنا محمد. صل على سيدنا محمد. صل على محمد. تفضلي. لا هديه هديه. صل على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. صل على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. صل على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. صل على سيدنا محمد. صل على النبي. الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. تفضل. الله يبارك فيك. صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صل على المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تفضلي هاي هديه. شكرا يا خويا. صل عليه وسلم. تفضلي. شكرا. اللهم صل على سيدنا محمد. يلا صل على سيدنا محمد. وانا ما خدتش. اللهم صل على سيدنا محمد. انطيني يا حبيبي ناولني بسرعه. ايوه تعالي يا بني. صل على المصطفى. اللهم صل على سيدنا محمد. صل على المصطفى. اللهم صل على سيدنا. يلا اللهم صل على سيدنا محمد. تسلم. صل وسلم وبارك على سيدنا. صل على المصطفى. اللهم صل على سيدنا محمد. صل على المصطفى. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا. صل على المصطفى. صل على سيدنا محمد. صل على سيدنا محمد. صلاح محمد. صل على المصطفى. اللهم صل عليه. صل على هدي. صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. 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 اللهم صل على سيدنا محمد. حياك الله يسلم وجهك. صل على سيدنا. اللهم صل على سيدنا محمد. شكرا لكم. صل على سيدنا. اللهم صل على نبينا محمد. صل على سيدنا عليه الصلاة والسلام. صل على سيدنا عليه الصلاة والسلام. خدتي تعالي. صل على سيدنا. اللهم صل على سيدنا محمد. صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. صل على المصطفى. اللهم صل على سيدنا محمد. مبروك. شايف المعرفة اللي عندي. شكرا. صل على الرسول. اللهم صل على سيدنا محمد. شكرا. اللهم صل على سيدنا محمد. صل على الرسول. اللهم صل على سيدنا محمد. شايف المخفى السؤال. صل على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. صل على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. سلام عليك. صل على رسول الله. اللهم صل على النبي. صل على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صل على رسول الله. صلى على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. صل على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. صل على الرسول. اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. عليه إن شاء الله كل سنة وانتم طيبين. صل على الرسول. اللهم صل على سيدنا محمد. صل على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على الرسول. حياك الله. كل عام وانت بخير. صل على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. صل على رسول الله. اللهم صل وسلم. تفضلي. صل على رسول الله. صل على سيدنا محمد. صل على رسول الله. صل على النبي. اللهم صل على النبي. صل على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. تفضل. صلي على المصطفى. اللهم صل على سيدنا محمد. كل عام وانت بخير. وانت بخير وصحه وسلامه. ص-
صل على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. كل عام وانت بخير، تفضلي. صلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، الله يجزيك الخير. صلي على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. تفضلي يا اختي، كل عام وانت بخير. اللهم صل على سيدنا محمد. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلي على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. تفضل هات اثنين وحدين. تفضلي يا اختي. شكرا. انا اللي مخذتي. صلي على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. تفضلي. تسلموا. صلي على المصطفى. اللهم صل على سيدنا محمد. تفضلي. صلي على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. تفضلي. صلي على المصطفى. اللهم صل على سيدنا محمد. صلي على رسول الله. الصلاة والسلام. أخذت منك تحت. أخذت أخذت. ألف خير. اللهم صل على سيدنا محمد. حلو الصلاة على الرسول. اللهم صل على سيدنا محمد. الله يخلي لنا الصوالح اللي بذكرنا بالصلاة على الرسول. كل عام وأنت بخير. تفضلي. من الصوالح هذه. الله يعطيهم ألف عافية وبارك فيهم. صلي على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. كل عام بخير. وأنت بخير. اللهم صل على سيدنا محمد. كل عام وأنت بخير. تفضلي يا أختي. صلي على الرسول. اللهم صل على سيدنا محمد. كل عام وأنت بخير. صلي على رسول الله. عليه الصلاة والسلام. كربي. عليه الصلاة والسلام. تفضلي. السلام عليكم. صلي على المصطفى. اللهم صل على سيدنا محمد. شكرا. صلي على المصطفى. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. تفضلي. صلي على رسول الله. على سيدنا محمد. تفضلي. تسلم يا رب. اللهم صل على سيدنا محمد. تفضلي. يسلم عليك. اللهم صل على سيدنا محمد. كل عام وانت بخير. وانت بألف خير يا رب. بس تطوليش اكثر من هيك. لا اعوذ بالله. صلي على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اعطيها لمك. صلي على المصطفى. اللهم صل على سيدنا محمد. صل على رسول الله. اللهم صل عليك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. صل على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. صل على الرسول عليه الصلاة والسلام. تفضلي خذي. اللهم صل على سيدنا محمد. لا شكرا. صل على رسول الله. صل على رسول الله. اللهم صل على رسول الله. صل على رسول الله. صل على الرسول. اللهم صل على سيدنا محمد. من الأخ؟ من الطيبة. كل احترامي لك لكل إخواننا فلسطين المحتلة 48. أهلا وسهلا عرب فلسطين. أيوة عرب فلسطين. لا مورة من وين؟ من طيبة. صلي على الرسول. اللهم صل على سيدنا محمد. صلي على رسول الله. صلي على الرسول عمو. صلي على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. كل عام وانت بخير. صلي على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. تفضل جايزي. بس شكرا شكرا. اللهم صل على سيدنا محمد. صل عليه. عليه الصلاة والسلام. صل على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. صل على رسول الله. سلام على محمد. صل على الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليك سيدنا محمد. صل على الرسول. اللهم صل على سيدنا محمد. صل على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. من وين؟ من الطيري. اهلا وسهلا في كل اهل الطير. اهلا بك. كل عام وانت. صل على الرسول. اللهم صل على سيدنا محمد. صل على النبي. صل على سيدنا محمد. خذي جائزي يلا. صل على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. خذي جائزي. صل على النبي. صل على سيدنا محمد. احكي. صل على سيدنا محمد. خذي جائزي. شكرا. طيب صل على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. تفضلي. اللهم صل عليه وسلم. صل على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. سلام. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. صل على النبي. اللهم صل على النبي.
صل على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. صل على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد. صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد دائما وابدا. اللهم صل على سيدنا محمد. صل على اللهم صل على سيدنا محمد. 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 صل على النبي. اللهم صل عليه وسلم. صل على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كل الاحترام والتقدير لكل المؤسسات والشركات والمعارض والمحلات التجارية التي ترفع شعار الرسول وتذكر الناس بالصلاة على النبي المصطفى. حقيقة كلمات كان لها شجون كبير في صدورنا، وأيضا كنا مستمتعين أكثر من الحضور هنا بهذا اليوم. ندعو الله بأن يمدكم بالصحة والعافية لأن تتواصلوا مع هذا البرنامج ومع هذا المهرجان الكبير لمجموعة مؤسسات وطبعا محلات الصوالحي التجارية، وعلى رأسها بطول كرم صوالحي سنتر، هذه المؤسسة الرائدة التي عرفناها وتواصلنا معها من خلال عطائها، من خلال جودة ما تقدم لزبائنها، من خلال صدق معاملها وصدقها مع الجمهور والحوافز التي تقدمها بكل هذا العام. نختتم برنامجنا هذا اليوم مع الأخ والحبيب والغالي أبو أحمد اللي كان دائما معنا واللي كان يمدنا بالجوائز كل لحظة وطلب منا عدم كسر أي إنسان، لا طفل ولا صغير ولا كبير، كل واحد يأخذ وما تكسروش بخاطر أي إنسان. كل الاحترام والتقدير إلى كل الاحترام والتقدير لمؤسستكم ولعطائكم الدائم. وسؤالنا في النهاية، هل الحملة ستستمر إلى ما نهاية الأسبوع أو ما بعد الأسبوع أو أقل أو ماذا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحملة إن شاء الله مستمرة حتى نهاية شهر 1/2016. أول إن شاء الله يكون عام 2016 عام مليء بالخير والسعادة للأمة الإسلامية ولشعبنا الفلسطيني وللقدس الحبيب إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. إحنا في هذا اليوم بنصلي على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون شفيعنا يوم القيامة جميعنا إن شاء الله. ربنا بيشفع رسولنا بيشفعنا، وإن شاء الله يعيدوا هذا اليوم وهذا المولد النبوي الشريف علينا وعلى الأمة الإسلامية وعلى الشعب الفلسطيني أعوام عديدة ومديدة إن شاء الله بالخير والبركة والسعادة على نفوس المسلمين. وحملتنا إحنا إن شاء الله حملتنا مستمرة، وهذا اليوم فضيل فضيل، وإحنا مبسوط كتير من الناس اللي شاركتنا وأهدتنا ثقتنا ومحبتنا، وإن شاء الله نكون إحنا دائما ثقتنا عند الجميع ومحبتنا مرسومة عند الجميع، وإحنا على عهد معكم. وانتو حكيت أنا في البداية انتو الحكم وبتزورونا وبتشوفوا كل شيء على الواقع، وانتو الحكم دائما في البداية وفي النهاية. يعني الأيام الجاي في تنزيلات؟ تنزيلات لنهاية شهر 1/2016. وكل عام وأنتم بخير، ينعاد عليكم بالخير والبركة، وكل عام وأنتم بالخير بخير، والشعب الفلسطيني عامة والقيادة والرئاسة كلهم بخير وسعادة إن شاء الله. كانت لنا هذه الجولة طيلة هذا النهار مع الصوالح سنتر بمحافظة طول كرم، وكما تعودتم إلى اللقاء إن شاء الله في العام القادم كما عودكم صالحي طبعا صوالح سنتر في مثل كل عام. وإلى اللقاء، إلى أن نلتقيكم في العام القادم إن شاء الله.